عادل بقى ننتقل لمقال آخر هام، وهو أحد مقالات الرأي. نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد. جاء المقال بعنوان الزوجة أول من يعلم. أخيرا ستعلم الزوجة أولا أن زوجها تزوج بأخرى، لن تنتظر اليوم الذي تظهر فيه الزوجة الأخرى حتى يوم وفاته، وإذا أخفى عنها زواجه سيسجن. أي والله سيسجن، وطبعا ما فيش أحسن من كده عند الزوجات. هذا هو القانون الجديد الذي أثار جدلا كبيرا الفترة الماضية. طبعا السيدات في منتهى السعادة، أما الرجال أو بعض الرجال يصرخون أن هذا ضد شرع الله وشرع الله منهم براء. الحمد لله الإمام الأكبر شيخ الأزهر أعلنها قاطعة حاسمة، حيث قال بأن تعدد الزوجات ظلم للمرأة وليس الأصل في الإسلام، وأنه مشروط ومقيد، وأن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية. وبشهادة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الأصل في الزواج عدم التعدد إلا إذا كان التعدد لعلاج مشكلة اجتماعية، ولذلك ينبغي أن يكون التعدد له مبرر قوي معتبر ومقبول من الزوجة الأولى والمجتمع. تتعجب الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة من أمر من يخفي الزواج الثاني، وكيف سيطبق شرع الله في العدالة بين الأولى والثانية مخفية؟ كيف يهدأ بال الإنسان وكيف يعيش في هذه السرية الخانقة؟ وإن من شروط تعدد الزوجات عدم الإخفاء، وهو يبطل حق الزوجة الجديدة في العدل بينها وبين الزوجة السابقة، وأن الله وضع الشروط والضمانات في الآية بقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وآية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. السؤال، وماذا عن الزواج العرفي؟ كيف تعرف المرأة به؟ هل عليه أن يكتب تعهد بعدم الإفشاء؟ أم أنه سيكون هناك مباحث أسرة تكشف تلاعب الرجال وزيجاتهم السرية؟ هل هذا مطروح أم سيظل الزواج العرفي ثغرة ومخرجا للرجال للتحايل على الزوجة؟ القانون الجديد لابد أن يعالج هذا النوع من الزواج الذي لا يثبت حقا للزوجة الثانية، لكنه يمثل جريمة في حق الزوجة الأولى. تحية للرئيس السيسي الذي أنصف عظيمات مصر ووضع القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة وتحفظ حقها وتعيد إليها كرامتها. أخيرا ستأخذ المرأة حقها ولن تظهر حرم الباشا في جنازته مطالبة بالميراث. ستصبح المرأة أول من يعلم. توافق أو لا توافق؟ لو ده سؤال فأعتقد أن سيدات كتير توافق وأنا أوافق. أستاذ عادل، حياتك يعني شايف القانون المسألة بتاخدش كده. يعني دايما أنا وجهة نظري أي قوانين تتعلق بمسألة اجتماعية فيجب أن تدرس من كافة الجوانب وأبعد. ده قانون بيتعلق بقضية اجتماعية، يعني منذ نزل القرآن مزبوط. واحنا شفنا يعني في مسألة زواج الصحابة زواج الرسول والآخر، فبالتالي عشان أطلع قانون زي ده يكون حاد وحاسم لازم يكون هناك دراسات كثيرة جدا، هناك استطلاعات رأي كثيرة جدا، عشان لما أجي أطلع قانون يبقى ما يبقاش منحاز لفئة ضد فئة، وخاصة في مثلا في علاقة المفروض يعني زي القرآن ما جاء يعني انه دي علاقه سكن ميثاق غليظ يعني فعلا علاقه مش داخلين ميدان حرب او ميدان قتال، احنا داخلين سكن وافضى بعضكم الى بعض يعني وجعلنا لكم ازواج، يعني كلها علاقه حميميه جدا وعلاقه انسانيه جدا، لان انت بتكوني نواه مجتمع يعني من بدأت من آدم وحواء، فبالتالي نواة المجتمع ده لازم يكون على أرضية يعني سليمة. طب اسمح لي أستاذ عادل، حياتك بتشوف القانون ده في إطار ما حصلت عليه المرأة المصرية مكاسب في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بصي يعني خلينا إذا صدر القانون يراعي كافة الجوانب الاجتماعية ويعالج كافة العوار في هذه العلاقات الاجتماعية أنا معه، انما اذا كان هو قانون لمجرد انه يطلع قانون عشان الزوجه الاولى تطلع، احنا خلي بالك في قبل كده كان في السبعينات
الفاكره معلش انت صغيره شويه القانون بتاع الشاء من حق الزوجه واللي اطلق عليه قانون جيان السادات مش عاوزين ان ده قانون يبقى مسار للانتقاد اذا تم دراسته ابعاده فانا معاها بالتاكيد لان هو الطبيعي على فكره اذا العلاقه ما بين الزوج والزوجه وصلت لمفترق الطرق طب راح طب ليه طب ما اقول لك هو في الاخر بيضمن الحقوق يعني القوانين بتشرع بالتأكيد. لضمان الحقوق لكل الجوانب ده خلي بالك ان الرئيس لما السيسي لما في احد المرات وما زال بيأكد عليها بضروره مساله فكره توثيق الطلاق دي حقيقه لان انا عايز اقول لك الظروف الاجتماعيه الحاليه والتطورات الحاليه كانت هناك ظاهره ما حدش واخد باله منها وهي الطلاق النفسي طب انت هتحدد ده غير الطلاق الشفهي كمان الطلاق النفسي انه في انفصال نفسي بين الزوجين وبيت واحد والاولاد لكن بينهم ما فيش اي تواصل مثلا يعني فبالتاكيد لازم احنا ندرس مثل هذه الظواهر علشان نقول هل من حق الزوج يتجوز؟ من حق الزوج طبعا ده من حق الزوج ده شرع ودين اكيد احنا بنتكلم هنا يعني في اعلان الزوجة الاولى ده شرع ودين يعني والاصل على فكره الناس فاهمه غلط التعدد زي شبه الازرق هو الاصل هو الزواج الزوجه واحده مظبوط التعدد ده بيبقى في حالات ضيقه جدا وحالات محكومه بامور كثيره امور اجتماعيه وامور صحيه والاخره فكل ما هو طالب بيه انه احنا مع القوانين بالتاكيد لحماية المرأة وتمكين المرأة وكل شيء إنما يكون لا ينصر فئة ضد فئة يضمن كل الحقوق بالظبط وكمان يبقى له في مدروس دراسة جيدة جدا من كافة الجوانب أكيد طيب